كصيادي احنا يومنا يبدا من بعد صلاه الفجر، نذهب الى الساحل ثم نطلع بالقوارب الى البحر نبحث عن الصيد، عن الرزق. ناخذ السمك هذا عندما نعود الى الساحل ونذهب به الى السوق، نقوم ببيعه بالجمله طبعا، وناخذ المبالغ التي نحصل عليها ونقوم بشراء محتاجات المنزل ونعود الى البيت. طبعا توجهت للصيد لم يكن شغف او وراثه، ولكن طلبا للقمه العيش. عندما لم نحصل على وظائف فما في ملجا اخر الا الساحل. بدينا كزوار للساحل نروح ويعطونا الصيادين اسماك خصار وهكذا، وبدينا نتولع بالبحر. وبعدين قلنا المشرقه بتشغلونا معاكم، وبدينا اشتغلنا فتره طويله. انا اشتغلت 7 سنوات مع الناس. الان قريب لان بديت حصلت على القارب هذا والمحرك هذا والشباك. طبعا كانت حياتنا قبل كورونا حياه سلسه. اول بدايه لما جت شائعه كورونا تقفلت الاسواق، كنا نحصل على الوقود بصعوبه، البيع والشراء يعني ما تقدر تبيع. كانت الحاله النفسيه سيئه جدا صراحه، يعني سيئه. في البيت بتجوع انت واسرتك وانت، وفي بتخرج برا بتقابل مرض، فاضطرينا ان نخرج، لازم نعمل علشان نجيب قوت الاسره. وكنت اروح وحيدا اكثر اوقاتي، اروح لوحدي، وهذا اثر علي ايضا، لان حتى لما نتشارك في العمل نجيب اسماك اكثر من يكون واحد وحيد نفسه. نحن كنا في الساحل والقارب في الساحل، وتفاجأنا بوجود اشخاص يعني جونا وقالوا نحن اتينا نعمل توعية حول مرض كورونا وتأثيره على الصيادين ثم على المواطنين بشكل عام. بدأوا يشرحون حول المرض، تطورات المرض وأعراض المرض، وكيف نقي أنفسنا من خلال التباعد، من خلال لبس الكمامات، من خلال يعني المسافة، نأخذ المسافات في الأسواق وهكذا. طبعا من نكلم المشتري ما نقربش عند المشتري، نتبايع عن المشتري ايوه هكذا على مسافه، حتى لا سبحان الله يكون احد مننا حامل المرض يعطي المرض للاخر. الى الان الحمد لله طبعا محافظ على اسرتي، ما يخرجوش، ما اسمح لهم يعني بالخروج برا يخالطوا الناس، والى الان الحمد لله لم يصاب احد مننا.